الدولة الإسلامية لديها استراتيجية حمل الدعوة الإسلامية عن طريق الجهاد في سبيل الله، ولديها إعلام قوي جدا وسياسيون أقوياء حمل الدعوة قادرون على إقناع الكفار بالفكرة الإسلامية. يعني لما تقول دولة الإسلام بتحمل الدعوة الإسلامية عن طريق الجهاد في سبيل الله، العالم بفكروا إنه الجهاد معناها القتال. لا يا أخي، القتال هو المرحلة الثالثة من مراحل الجهاد في حمل الدعوة الإسلامية. فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خلال أو قال خصال: أولا ادعوهم إلى الإسلام، وهذه المرحلة ممكن 5 سنين تأخذ، انترنت ومحطات فضائية ورسول وإعلام ودعاية وكذا حتى نقنعهم، وصور من تطبيق الإسلام الداخلي حتى نقنعهم أن الخير كل الخير في الإسلام وفي تطبيق الإسلام، من لينهم بالعمل الدعوي. بعدين من وديلهم سياسيين محنكين بروح عليه وبحكي معاه، ما من أولها بقول له أسلم تسلم، تمام، يمكن يسولف معاه سوالف طويلة ويقنعه ويكونوا فقهاء وعلماء مخلصون، تمام. بعدين إذا شفنا راسه يابس وصيدة سمينة، تمام، على التلفون على الخليفة، الخليفة بيقرر بيقول: فاستعن بالله وقاتلهم، فعلوها. كلمة السر بتكون: فاستعن بالله وقاتلهم. تتحرك الجيوش وبتطلع الصواريخ والطيارات وبنربي فيهم العالم هذول الناس.